أهلا بكم مع أيقونة من أيقونات الحيوية والنشاط. صديقتنا زي كتير من نماذج متحدي الإعاقة نجحت في حياتها نجاح باهر، وده لأنها بتتمتع بفكر إيجابي مستنير. فهي من الشخصيات اللي أثبتت إن المعاق يستطيع فعل المستحيل بالإرادة والصبر وثقته في قدراته. فكل إنسان عنده قدر من الطاقات والمهارات، المهم إن هو يعرف إن المهارات دي لابد أن تستثمر بطريقة صحيحة. بنتعلم منها إن من أهم الأدوات اللي بنستخدمها عشان نتخطى أي عقبة في حياتنا هي امتلاك عقلية إيجابية.